بص، جزئيه او زيتونه اللي احنا هنبتدي بيها النهارده اللي هي وظيفه اسمها هايبر لينك. لسه كنت بتكلم معاكم قبل ما اسجل اللي هي موضوع اللي ايه، حاجه اسمها ارتباط، او ان انت تروح تعمل سيرش على حاجه والحاجه دي تجيب لك صفحه تانية فيها مجموعه مواضيع، فانت بتدوس وان كليك على عنوان تاني من ضمن المواضيع دي يدخلك على صفحه تانية خاصه باللي فيها. اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه هايبر لينك. طب الهايبر لينك ده هل ينفع ان انا اروح اعمله جوه الانديزاين؟ اه طبعا. طب انا هعمله ايه السبب او ايه الهدف؟ بعمل اندكس مثلا لكتاب، في عندي شيت فيه مجموعه مبيعات السنه كلها، فانا ممكن هي اكتب هنا السنين وادوس وان كليك ينقلني على الصفحه اللي تخصه. بعمل كتب عن كتب اطفال فيها صور، بكليك وان كليك على الصوره فينقلني على الطير او الحيوان اللي انا عايز اعرف بقيه معلومات. فانا عندي اللي هي موضوع الهايبر لينك في منتهى الاهميه. بعمل برزنتيشن مثلا، فانا ادوس وان كليك على مجموعه العناوين الرئيسيه عشان تدخلني على الصفحه اللي هي بتعملها. كل ده ممكن تعمله عليه بي دي اف وتتباعت على الموبايل، تتباعت على الانترنت، ممكن تعمل مجله نفس القصه، مجله الكترونيه. موضوع الهايبر لينك ده في منتهى الاهميه. طب تعال نمشي واحده واحده وناخد مثال بسيط قوي. لو انت عندك دي صفحه اهي وانا هحتاج كمان صفحتين، طب مالهم الصفحتين دول؟ اول صفحه موجوده من فوق هجيب مجموعه صور الطيور او الحيوانات اللي عايز استغلها. طب فين الصور؟ تعال نخش مثلا هنا كده نجيب مجموعه صور من اللي احنا بنشتغل عليه. خلي بالك وانا بحكي حدوته وممكن اعديها لكم تاني بالخطوات، هي الخطوات سهله يعني. فانا عندي مثلا تعال ناخد صوره الفيل وصوره تويتي اللي هي دي مثلا، هاخدهم هنا كده دراج كده مثلا، واخدهم هما الاثنين هنا. يبقى انت عندك اول حاجه في الاندكس بتاعك ان هو انت عايز العميل او الطفل يجي يدوس على الصوره دي تنقله صفحه فيها مجموعه معلومات عن الايه؟ الكائن ده، صورته والمعلومات عنه. يعني ايه؟ يعني هاجي اخد دولك كده، انا كده بجهز للمثال، وهاجي هعمل هنا بيست صوره فيها الكائن ده او الفيل ده اللي هو ده كده، والصوره الثانيه او الصفحه الثانيه اللي هي فيها التويتي او التويتر او الصوره الثانيه اي مكان. وعندي هنا تكست بوكس اللي هي مجموعه المعلومات الخاصه بالكائن كده، وهاجي اخليها هنا انجلش مثلا، ان احنا اتفقنا انا ما عنديش معلومات او انا ما بكتبش، ده بيجي لي وورد دوكيمنت جاهزه انا ببتدي ان انا احط فيها الشغل. فانا هاجي اجيب هنا مجموعه تكست جاهزه. ونفس القصه الناحيه الثانيه اللي هي مجموعه معلومات عن اللي هي تويتي اللي موجوده ناحيه. طيب انا بقى هروح اعمل الهايبر لينك ده ازاي؟ اول حاجه دي صفحه رئيسيه، فانا هاجي هعمل سيلكت عندي على الايه؟ على الصوره او الشيب او الجدول اللي انا عايز اكليك عليه ينقلني. وهطلع عندي من فوق من قائمه عندي اللي هي قائمه ايه؟ تكست او قائمه تايب. هتلاقي في عندك هنا وظيفه اسمها ايه؟ هايبر لينك. هايبر لينك. هايبر لينك. وهدوس على هنا على نيو هايبر لينك. انت ممكن تعملي هايبر لينك تدوسي عليه ينقلك على حاجه اسمها يو ار ال، عنوان ويب سايت، او يفتح لك فايل، او يفتح لك ايميل، او بيج، او تكست معين، او في ديستنيشن، او في عندك مثلا فايل متشاير على النتورك. فانا عايز هنا اهو اروح افتح بيج صفحه. طب الصفحه دي موجوده فين؟ في نفس الدوكيمنت ولا دوكيمنت ثانيه؟ طب الصفحه دي رقمها رقم كام؟ في موجود في رقم كام؟ اعتقد ثلاثه. هاجي اختار من هنا صفحه ثلاثه. اوكي وقف. همسك الصوره دي وهاجي هنا من قائمه تايب، وهاجي اقول له هنا هايبر لينك، نيو هايبر لينك، واجي اختار الصفحه رقم كام؟ اثنين اللي هي دي. واقول له اوكي وقف. يبقى معنى كده وقت ما انا هاجي ادوس على الشكل ده هيجيب لي الصفحه الثانيه. طب تمام. طب انا رحت هنا اهو، وبعد ما انا قريت وشفت الصوره قريت المعلومات عايز ارجع، طب انا عايز اعمل ايه؟ ممكن استخدم اي حاجه من اللي موجوده عندي هنا في الصفحه عشان ادوس عليها ترجعني. او حتى انت ممكن تعملي شيب وتكتبي عليه كلمه باك او كلمه رجوع، يعني دي متاحه برضك ليك. يعني ممكن اجي هنا كده وارسم هنا اي شيب واروح جاي عامل كده واجي اكبر حجم الفونت، او ممكن اجيب بطن من الانترنت، ممكن اجيب سامبل. خلاص؟ يعني ممكن اجي هنا كده واجي اقول له لو سمحت انا عايز هنا سامبل. خلاص؟ او اجي اقول له مثلا مش عايز سامبل انا عايز شيب، او مش عايز شيبس انا عايز ايكون. يعني اقصد المسميات عندك ايه؟ كتير. خلاص؟ فيسبوك ايكون، في عندك الانستجرام ايكون، في حاجات كتير قوي، وادي الايمجز بتاعتك. المهم بتشوفي اي ما هو ليه علاقه بالحاجه بتاعتك اللي انت عايزاها، تبتدي ان انت تروحي تجيبي ايه؟
الشكل او الرسمه بتاعتي. حد معايا؟ مثلا هاخد شكل زي ده تمام ورايت كليك هقول له هنا سيف، وهاجي على الديسك توب. ما هي صوره، هي في النهايه عباره عن صوره. طب هي فين؟ هتروح تعمل لها هنا فايل بليس كانها صوره عاديه. فايل بليس من على الديسك توب اهي، وهاجي هاخد الصوره اهي خلاص، وابتدي ان انا اجيبها هنا واصغرها واكبرها على حسب ما عايز. حاجة اعملها هنا كده اوتو فيت اهي، عشان لما اجي امسكها وتصغر وتكبر كلها بتبقى ايه لينك تساوي مع بعضها. دي اللي انا عايز اعملها هايبر لينك. طب انا هعمل هايبر لينك ازاي؟ حاجه هنا من قائمه تايب، وحاجه اقول له هنا هايبر لينك نيو هايبر لينك، ورجعني لو سمحت للصفحه رقم كام؟ واحد. نفس القصه، انا هاجي همسك ده كده خلاص، انا محتاج الكلام ده يبقى على كل الصفحات اللي هو الباك، فانا هاخد منه نسخه ثانيه كده. يبقى كده المقصود ان انا عندي صفحه رئيسيه، انت كده بتحط السيناريو، ان انا هدوس وان كليك على اي صوره من دولت هتنقلني للصفحه اللي تخصها. قريتها هدوس عليها ترجعني فين؟ لاول صفحه. لاول صفحه اللي هي الايه؟ الصفحه الرئيسيه. طب هل الكلام ده هيشتغل قدام عينك كده؟ لا. لازم اطلع من قائمه سيف واقول له لو سمحت روح احفظ لي الفايل ده الاول اللي هو انديزاين فايل، عشان ما حدش ينسى. نور قطع، الدنيا مشكله، حصل البرنامج فيه مشكله. تطلع بعد كده تروح انت جاي عامل ايه؟ انا عايز اروح اخرج الفايل ده، فانا هاجي اقول له هنا فايل ايه؟ اكسبورت. واقول له لو سمحت روح اعمل لي اكسبورت للفايل ده، بس خليه لي انتر اكتف. يعني ايه انتر اكتف؟ يعني في نوع من انواع الايه؟ الاكتيفيتي اللي انا بعملها عليه، يعني اكليك بالماوس في انيميشن زي ما احنا هناخد واحد مثلا. احدد له مثلا المكان واجي اقول له هنا سيف. بيسالني انت عايز تروح تعمل الكلام ده على الصفحات كلها؟ اه. ولا رينج معين؟ ولو رينج حددي له اللي هي الصفحات المعينه اللي انت عايزاها، انا عايز كل الصفحات. طب انت هتخرجيها از بيجز ولا سبريدز؟ السبريدز يبقى صفحتين قصاد بعض، بيجز تطلع لي صفحه صفحه. حد معايا ولا فين؟ اه ما حضرتك. ولو عايزه فيها تتحرك لوحدها، ما انت ممكن تعرضيها في معرض وتقول له لو سمحت خليها لي فول سكرين، والصفحات تتقلب كل كذا ثانيه، وهو يتحط الفلاشه في التلفزيون او شاشه العرض، وهو اوتوماتيك كل ما يخلص يعيد نفسه تاني. طب الكلام ده احنا عملناه كده. اه بس انا عندي هنا زتونه مهمه قوي. احيانا والمميزات الاساسيه بتاعت البي دي اف فايل ان الريزولوشن بتاعته بتبقى خفيفه، وفي نفس الوقت حجم الفايل خفيف عشان ايه؟ التحرك بتاعه. طب انا عايز احتفظ بالكواليتي دي، اعمل ايه؟ لو انت جيتي هنا تحت جنرال هتلاقي فيه هنا ايه؟ كومبريشن. بيقول لك ان الصور اللي موجوده من جوه الكواليتي بتاعتها ايه؟ ميديوم. لا لو سمحت خليها لي هنا هاي او ماكسيمم. او اقدر اروح احدد الريزولوشن بتاعتي اللي انا عايزها. عايزه خلاص صغير وهيبتدي يتناقل ما بين الموبايلز، خلاص خليه صغير عشان يبقى خفيف. هتروحي تشتغلي بيه على اللابتوب وتتحركي بيه في معارض، كبري الريزولوشن شويه عشان الصور تطلع ايه؟ كويس. وهاجي اقول له هنا اكسبورت. واصبر عليه شويه. بعد ما يخلص المفروض ان هو يفتح لي فول سكرين. شايف حاجه؟ انتوا معايا يا جماعه ولا انتوا؟ اه شايفين. اه مع حضرتك. حاجه اضغط على الفيل ده هيوديك فين؟ للصفحه اللي تخصه. اقرا، انا خلصت القرايه هرجع باك. هروح على تويت، اقرا، عايز ارجع تاني ارجع باك. وهكذا كل الاسماء او الصور اللي انت ممكن تضغطي عليها في الهايبر لينك. وصلت الحدوته؟ وصلت. اه عبد الرحمن، منى، انجي. اه وصلت. تمام. يبقى انا بعمل الكلام ده فين؟ هو عباره عن امر صغير انا بروح اختاره، بعمل سيلكت وبطلع منين؟ من قائمه تايب، واقول له هنا هايبر لينك ونيو هايبر لينك، واشوف عايز اربط مين بايه. وصلت؟ تمام. وصلت. اه حد هيعرف يعملها؟ اه يلا جرب وارجع لي، ولو في مشكله عادي تاني مفيش مشكله. يبقى الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي موضوع الانيميشن، سواء هروح اعمل انيميشن للشيبس الموجوده من جوه او الصور او المحتوى، او حتى الحركه الثانيه اللي هي حركه الصفحات. يبقى احنا كده عندي نوعين من انواع الحركه هنستخدمهم ايه كبرزنتيشن. طب البرزنتيشن بتاعتي دي هستخدم فيها حركه ايه؟ يا اما حركه اوبجكت او عناصر داخل الصفحه، او حركه الصفحات اللي هي طريقه الانتقال ما بين صفحه والثانيه. طب انا محتاج ايه؟ هجيب دي كده على جنب وخليك بس باصص معايا.
يعني هجيب الصفحه دي كده على جنب وهاجي عندي هنا قائمه ويندو، هتلاقي فيها عندك هنا من ضمن الحاجات اللي موجوده او الاختيارات اللي موجوده حاجه اسمها انتر اكتف. انت محتاج وظيفه اسمها انيميشن، كوماند بانل اسمه انيميشن. اللي هو ده ايه ده؟ هو ده بتعمل، ده بتعمل منه ايه؟ ده المسؤول عن حركه العناصر اللي هي محتوى الصفحه. وانت تقصد يا اكرم انها صور بس؟ لا طبعا، اقصد انها صور او تكست بوكس كتابه او حتى تيبلز جداول او حتى سيمبلز اي مكان من محتوى الصفحه. تمام، هطلع برضك من قائمه ويندو واروح داخل هنا عندي على انتر اكتف، وهتلاقي في عندك هنا في الاخر حاجه اسمها ايه؟ بيجي ترانزيشن. بيجي ترانزيشن طب دي بتعمل ايه؟ دي المسؤوله عن حركه الصفحات. لا طب معلش انا مش متخيل يا جماعه الكلام ده ومش قادر اشوفه، مش لازم اخرجه خالص اكسبورت فايل عشان اقدر اتفرج على الانيميشن بتاعتي. قال لك ما تزعلش، تعال خد هنا من قائمه برضك انتر اكتف، انا هديك حاجه هنا اسمها اس دبليو اف بيبي. ده بيعمل ايه؟ كل وظيفته ان انا بعرض فيه شكل الانيميشن بتاعتي. ايوه بس انا مش شايف، دي صغيره قوي. بص كده لو جيت على الانترسكشن ده وكبرتها كده هتشايف؟ طيب تعالى بقى كده ايه واحده واحده اجيبها دي كده على جنب وصغيرها كده. احنا دلوقتي عايزين نعمل حركه، حركه لمين؟ للفيل اهو. يبقى اول حاجه هتتحرك في الصفحه دي هو الفيل او الصوره دي. بمجرد ما بعمل سلكت بيظهر لي اسمها وبيقول لي انت عايز تديها حركه ايه؟ دي اشكال من الحركات، اختيارك اي واحده منهم. وعلى فكره هتلاقيها هي هي في الباوربوينت، هتيجي تختاريها كده هيظهر بريفيو عندك لشكل عرض الايه؟ الفيل قدامك. طبعا مش هيجيب لك فيل، ده هيجيب لك السامبل بتاعه هو. طب الحركه اللي انت اخترتها دي عايزها تظهر بمجرد ما انت بتحمل الصفحه ولا عايزها تظهر امتى؟ ولا لما تيجي على البيج كليك، ولا لما تيجي تدوس كليك بالماوس، ولا السكرول؟ يعني انت بتحدد امتى الحركه دي تتحرك او تحصل، وتحصل خلال كام ثانيه، وتتعاد كام مره، وهل تعمل لوب كل ما الحركه بتاعتها تخلص تعيد نفسها او لا، وسرعتها قد ايه؟ يا كل واحده من دي ده الايفكتس بتاعتها. يعني انا لو جيت هنا تويت وجيت خدت له هنا شكل حركه كذا روتيت كده هتشايف، وجيت قلت له بردك اديني الروتيت بتاعي وقت ما الصفحه تتحمل وديوريشن بتاعتها ثانيه وتبلاي مره واحده بس خليها لي ايزي ان اند اوت. همسك نفس القصه هخش على صفحه رقم 2 اهي وهاجي اختار لها اي نوع بردك من انواع الحركه دي. بتبقى انواع الحركه دي بتبقى على حسب ايه احساسك انت بالصوره وعايزها تتعرض ازاي. همسك بردك التكست وهديله نفس القصه حركة. حاجه على الصفحه الثانيه، خلي بالك ترتيب ظهور الحركه هي ترتيب الايه؟ الانيميشن اللي انت بتختارها او ترتيب اختيار الاوبجكت. همسك اللي بعدها. طب الكلام ده عشان انت هتروح تحرك العناصر اللي هي محتوى الصفحه. طب حركه البيجز نفسها، حاجه هنا من عند بيج ترانزيشن اللي هي دي، وهاجي اقول له اختار لي مثلا شكل فيد، شكل بوش مثلا، شكل سبريد، يديك الشكل هنا في الاول والدايركشن بتاعته والسبيد لو عايز. ايوه انا عايز اتفرج بقى، هات بقى البريفيو اللي هو ده وكبره كده وتعالى نتفرج. ادوس كده صفحه اللي هي البيج رقم واحد اعملها بلاي. انت معايا ولا فين؟ مع حضرتك. خلاص خلاص عجبك الحال بطلعه بقى، بخرج الفايل بي دي اف انتراكتف. ما عجبكيش الحال برجع لنفس البيج بتاعتي وابتدي ان انا اغير الانيميشن بتاعتي ستوب، وارجع كده لصفحه رقم واحد مثلا اشوف دي فيها حركه ايه نوعها. اهي اقول له لو سمحت انا عايزها حركه كذا، وعايزها اون بيج لود مثلا، والصوره بتاعتها كذا. همسك الصوره الثانيه بعدلها او اون كليك بيج، وعايزها كمان تبقى الحركه بتاعتها مش عايزها روتيشن، ده انا عايزها مثلا سبرينج ليفت مثلا. واجي اقول له عايز اخرج بقى الكلام ده، هطلع من فايل اكسبورت زي ما عملنا في الهايبر لينك من شويه، واقول له طلعه لي بي دي اف انتر اكتف على الديسكتوب، وهاجي اسميها كذا كده بالعربي اهي،
وهاجي اقول له هنا سيف، هيديني نفس الشكل اللي هي اخراج البي دي اف اللي احنا عملناه من شويه، انها تبقى بيج بيج وعايزها تتقلب اوتوماتيك اه او لا، والكومبريشن بتاعتها، وفي سيكيورتي كمان لو انت عايز تحط لها باسورد عشان ما حدش يقدر يفتحها، لو في عندك داتا او حسابات او عندك بي دي اف مش عايز، او دوكيومنتس مش عايز، مش عايز حد ان هو يقراها يعني، خلاص لازم يبقى في بيرميشن او سيكيورتي مثلا باسورد عشان تبتدي انت تحطها. ودي مهمه، هي بتتكسر بصراحه يعني، سهله يعني ما فيهاش مشكله يعني، ممكن نجيب برامج نفك التشفيره بتاعتها يعني. واعمل هنا اكسبورت يعني. ايه النتيجه اللي هتحصل؟ بعد ما يخلص هيفتح لك البي دي اف، بس خد بالك لازم يكون الاكروبات اللي موجود عندك يكون معمول له ابديت عشان يبقى نازل فيه لموضوع الانيميشن يعني. اوكي وصلت؟ يبقى انت كده مجمل الحديث اللي هي الجزئيه اللي انت محتاج ايه يا فنان؟ محتاج انيميشن، محتاج اللي هي البيج ترانزيشن، محتاج كمان اللي هو البريفيو عشان ايه اقدر اتفرج على نفس البرنامج، على نفس المثال اللي احنا اشتغلناه، جرب دول كده وارجع يعني. الزتونه اللي انا كنت بتكلم فيها دلوقتي، انا لو محتاج الاوت لاين بتاع الشكل ده او حتى على الاقل بتاع جسم اللمبه ده، تفتكروا هعمل ايه؟ برسمه بالبنتول. صعب قوي، مش شغلانه عشان اروح ارسمه بالبنتول. كنا بنعمل كده والله، انا داخلها على الستريتر. الماجيك هو مش ده فوتوشوب؟ مش ده، مش في ماجيك فوتوشوب. بس في حاجه اسهل، انا ممكن احولها هنا لاسترايز، ولو انت عايزه جسم اللمبه نفسه شخصيا، بس خدي بالك اللمبه نفسها لازم تشيل الايه الاجزاء البيضاء اللي هي دي يعني، سلكت على لمبه جديده. ولو حد فاكر منكم كنت انا بروح اعمل سلكت عندي على جسم اللمبه زي ما احنا خدناها في الاساينمنت، واجي اقول له هنا ايديت كات ايديت بيست، خلاص انا بقيت جسم اللمبه موجود معايا لوحده اللي هو ده. وهو ده اللي انا عايزه عشان اروح اكتب جواه او اكتب على اطرافه داخل الايه انزايم يعني، هروح ارسمه ان شاء الله ما اترسم، هتاخدي فيه كام ولا هتتعبي فيه قد ايه؟ انا هاجي هنا كنترول وامسكه، وكان في عندي هنا قايمه اسمها ايه مهمه؟ ويندو. لا ايوه انا عارف ان دي ويندو، هختار ايه من جوه؟ انت بتستنصح عليا يا اكرم صح؟ بس فايندر. ايوه بس باس فايندر دي في الالستريتور، انما انا عندي هنا اهو في عندي قائمه اسمها ايه؟ بس بس حلو. طب مش انا عندي ده سيلكشن؟ ده سيلكشن حاجه حول السيلكشن ده ايه؟ نسينا طبعا، احنا نسينا ستروك 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 ستروك. لا مش ستروك، احوله هنا باث. اوكي حلو. طيب هل ده ينفع اخده على الان ديزاين؟ بص كده لما هاجي اخد دي كوبي وافتح الان ديزاين ده كده واجي اقول له هنا ايديت بيست، شوف كده هيرضى ايه ده؟ لا مش ده ولا عبرنا اصلا، مفيش ستروك ولا لون او حاجه ياخدها. طب اعمل ايه؟ طيب اديها ستروك. اديها ستروك ازاي؟ ما انا حولتها ستروك هتبقى صوره. مين بقى الجوكر اللي في النص؟ هتبقى ستروك في الستريتر. ايوه يبقى الجوكر اللي موجود معاكي في النص هو الستريتر، خدت بالك؟ طب ده هيعمل، هعمل فيه ايه؟ هبتدي اخد الباس اللي انا اخدته، ما الكلام ده اسهل من ان انا اروح ارسمه في البين تول ان شاء الله ما اترسمت، مش فاهماني؟ بتحاولي تشوفي تشتغلي انت كده جوكر ما بين الثلاثه، ما بين الفوتوشوب، ما بين الستريت، وما بين الانزايم، اشوف ايه اللي يسهل لي الشغل وابتدي ان انا اتعامل معاه. الصوره بتاعتك اللي انت خدتيها بالفوتوشوب دي مجرد انت عملت سيلكت وحولتيها لايه؟ لباس. حاجه هنا اهو على الايه؟ على الستريت يعني، نسيت هو في الفايده. طب ما انا كنت عملت لها ايمج تريس، هتبقى صعب قوي ان انت تعملي ايمج تريس، وهوريك دلوقتي حاجه. اقول له هنا اهو ايديت بيست يعني. يا راجل ده جه. طب كويس، مش هيروح على الان ديزاين الا لما تيجي تلون اي لون. ايديت كوبي وافتح الان ديزاين هنا واقول له هنا ايديت بيست. فعلا حد معايا ولا فين؟ يعني انت لو حبيت تكتب جواه ينفع، او لو حبيت تحط تكست هنا حواليه ينفع؟ طبعا كده اهي، واعمل تكست بوكس يا اكرم. اكرم انت هنا صح؟ واروح جاي هنا كده تمام. واجي هنا عبد الرحمن، اختار اللانجوج بتاعتي اهي، واجي اقول له لو سمحت انا عايز اكتب هنا مجموعه تكست اهي، خلاص. وهاجي عندي للشيب ده كده، سواء بلونه او سواء انا شلت اللون بقى منه، خلاص مش مشكله، هو كده كده ده شيب. وراح جاي واخد ده كده اللي هو المقصود بيه اهو، خدت بالك؟ واجي امسك الاثنين واقول له خلي لي التكست ده يلف حوالين الصوره، لو حد فاكر. تمام. انتوا فاكرين ولا؟ فاكرين. كده اسهل، وطبعا اشيل الايه؟
كده اسهل ولا اروح ارسمه؟ ان شاء الله ما اترسم كده طبعا. طيب دي حاجه، هل ينفع ان انا اخد ده واحطه جواه كتابه؟ اه طبعا، انا ممكن اجي بالتكست اللي هي دي كده، ادي هنا تايب وهاجي هنا وكده ادوس وان كليك كده جوه كتب. فين الكرسور؟ فين مؤشر الكتابه؟ تعال نقول له هنا حط لي لو سمحت مجموع الكتابه. هاجي هنا تايب واقول لو سمحت حط لي مجموع الكتابه. حط جواها؟ اه طبعا، واحتفظ لي كمان بنفس اللون الارضيه، واروح طبعا ما انساش الموضوع الجاستفاي، واخرج من الامر ده كده. يبقى هو كده كتب وفي نفس الوقت ساب لي ايه اللون اللي هو بتاع الباك جراوند. كده اسهل ولا اروح ارسمها اسهل؟ كده طبعا كده اسهل، اسهل كتير. طب في بعض الناس تقول لي ايه، طب انا كنت عملتها على الاستريتور قوي، تعال نجرب سوا. ما انت خلي بالك هي القصه كلها قصه تحليل صوره، يعني هل الصوره هتبقى صعبه لما تيجي تعملها على الاستريتور؟ تعال نشوف. بص انا جيت خدت الصوره دي كده على الاستريتور عادي يعني. طب هتيجي تعملها ايمج تريس؟ اه هدوس عليه. يا نهار اسود، ده هيعمل ايمج تريس لمين ومين ومين؟ ده انا عندي هنا درجات اللي هي الابيض والجراي والاسود. بص بص عمل ايه؟ ده بسم الله الرحمن الرحيم اهي، مفيش اوت لاين. حد معايا ولا فين؟ اه عنده. لا طب وايه يعني؟ طب الراجل اللي ادانا الكورس قال لي خدها 3 كولرز، ماشي قوي. بص انت مستنيها قد ايه عشان الحته دي؟ ويا ريتها تظبط. بص كده لما تيجي تعمل اكسباند، يا نهار اسود. وانا هاخد الكلام ده ازاي؟ وهفصل الاوتلاين ده ازاي؟ بص انت عايز ده؟ لا. طب عايز ده؟ لا. طب عايز ده؟ يبقى انت تحليلك للصوره هو الاهم. يعني انت صوره زي كده خلاص بالمنطق كده ما ينفعش تعملها هنا اهو. اما لو انت كان عندك الصوره بتاعتك سهله شويه وجيت خدت صوره زي بتاعت الفيل دي، او خدت مثلا زي بتاعت ويتي دي كده مثلا اهي اهي، اه خلاص الموضوع سهل. ليه سهل؟ لان الصوره اللي انت هتجيبها هنا مجرد ما تعملها هنا ايمج تريس هيسيب لك الاوتلاين. فين الصوره؟ اعملها اكسباند. فين الصوره؟ دبل كليك واخد دي كده بره. هتشوف حاجه؟ اه خلاص. انت محتاج ايه؟ محتاج الشعر، هات الشعر ده كده بره واشتغل بيه. طب محتاج الرسمه اهي؟ لا انا محتاج الشعر ده بس، خلاص هاخده هو ده اللي انا هتعامل معاه. هقعد اتعامل معاه ازاي؟ هقعد عندي كده على الانزاين. حد معايا يا جماعه الفين؟ اه وصلت. يعني نمره واحد ازاي ان انت تحلل شكل الصوره عشان انت تشتغل. مش عارف انتوا كنتوا فاكرين موضوع الباسس ده، بس انا كنت اديته في كورس تاني النهارده فحبيت اكد عليه عندكم يعني. طيب حد يعرف يعملها اللي هي بتاع موضوع الفوتوشوب اللي هي بتاعت الناس سلكت الباس ودخلها عندي على الانزاين؟ اه ماشي. طيب اعملوها سريعا بس. يعني مثلا انا جالي الديزاين ده كده اهو، دي صفحه من ضمن صفحات المجله او الكتاب او الحاجه اللي او الجورنال اللي انا بطبعه. فانت كده كده اصل الديزاين بتاعك على الانديزاين. طب تمام، يعني كل اللي تحت ده يتعمل انديزاين، صوره الشيب تكست صوره وهكذا، حتى اللي اوت والتقسيمه بما فيه، حتى التو كولمز اللي موجودين دول. الحاجه الوحيده اللي انت هتروح من بره تعملها هي شكل البرسبكتيف ده. ايه ده عاملها ازاي؟ احنا خدنا، لو احنا جينا فتحنا ادي الاليستريتور اهو تمام. كان في عندنا حاجه في المستخبي اللي هي اسمها ايه؟ برسبكتيف جيد. اه طب الشكل ده انا هعمل بيه ايه؟ هشوف ايه الشكل المطلوب مني في الرسمه تمام وابتدي ان انا اشتغل. مش فاهم يعني، اروح جايب الصوره كده عندي ايه جو اهي، اجيبه كده على جنب واشوف ايه التكست اللي هو المطلوب مني ان انا ارسمه اهو. اجي ده كده اجيبه كده وابتدي اجي بالتكست هنا وادوس وان كليك يطلع التكست، اكبر وصغر حجم خطه على حسب الايه اللي ظاهر قدامي. ايوه ماشي، بس انا هخليه بالطريقه دي ازاي؟ تعالى بس ناخد من ده كوبي واجي هنا كده ادوس انتر بيست انتر بيست انتر بيست. انا حاسس ان هم اربع سطور. طب انا عايز اتحكم في الاربع ايه المسافه ما بينهم. لو حد فاكر كان في عندي كاركتر وانتوا دبستوني خليتوني احل، ولا انتوا معايا ولا فين؟ لا احنا موجودين. لا تمام تمام. فانا كده ظبطت المسافه بين السطور. طب تمام، اجيب ده كده على جنب مش عايزه واخد. طيب هعمل ايه بقى؟ احنا خدنا من ضمن الحاجات اللي احنا خدناها بتاعت فري ترانسفورم اللي هي فري ديستور لو حد فاكرها. تمام. طب ما اجيب دي كده، ايه ده دي عامله زي الاستك. ما عايز اكسباند إيه؟ الاول ها اكسباند. ايوه، او كريت اوت لاين. خلي بالكوا نفس الاوامر اللي موجوده هنا في الاستريتور هي هي اللي موجوده هناك. يعني هنا كريت اوت لاين،
حتى كمان هتلاقي في عندك هنا اهو من قائمه تايب، هتلاقي في عندي فايند فونت. لو احنا جينا عملنا سيرش، حد فاكر سيرش على نوع الفونت موجوده في نفس المكان في كيس اللي هي حاله الحرف اللي هي كابيتال وسمول، هتلاقي في عندك الجلابس اللي هي الموجوده اللي هي بتاعت السامبلز او اللي هي الاشكال بتاعت الرسومات بتاعت الفونتات، حد فاكرهم؟ حتى بردك فايند اند ريبليس لو حد فاكر تشيكينج اللي هي التشيك سبيلنج اللي هي بتاعت الديكشنري اللي موجود، اللي انت ممكن تروح تعمل تشيك على الحروف والارقام، الحروف قصدي والكلمات اللي عندك غلط. يعني هم لو جيت فتحت الان ديزاين كده هتلاقيهم في نفس المكان. ادي تايب، وادي فايند فورم، كريت اوت لاين، تشينج كيس، حتى تايب اون باث موجوده، ايديت هتلاقي في عندك اللي هي فايند اند ريبليس اهي، او فايند اند تشينج مع مختلف المسمى سبيلنج تشيك سبيلنج، فهتلاقي نفس الايه الموضوع في نفس المكان. المهم انت جيت هنا عملت كريت اوت لاين، طب ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اخليها جزئيه واسعه وجزئيه ضيقه. خلاص انا عندي هنا فري اوت لاين، فري فري برسبكتيف او فري ترانسفور وراح فين كان موجود من شويه اهو اللي هو ده، بس هو مش باين هو ده، وهاجي هنا كده وابتدي اخد البوينت دي انزل بيها كده. شايف حاجه؟ ودي عدل على الارض، ودي ممكن اطلع بيها على حسب ايه الزاويه اللي انا عايزها. وصلت الزيتونه بتاعتها فين؟ وانس ان انت جيتي خلصتي اليمين وخلصت الشمال، ما هو خلي بالك في واحده كده وهي هي معكوسه الناحيه الثانيه اعتقد بس بحروف مختلفه. انت معايا يا اكرم عبد الرحمن؟ منا تمام خلاص نفس طبعا مش هتبقى مقلوبه، انا عملتها كده عشان السرعه بس مش اكتر. خدتي بالك؟ ايوه. ده معلش انا مش فاهم، طب تعالى بس عشان ما حدش يقول لي ايه انت خدتها هي هي وشكلها مش صح. قبل ما تعمل لها هنا اهو كده هاجي اوت واخد نسخه بدل ما اكتبها تاني يعني. هاجي ليدي واجي تاني كده طيب واقول له هنا كريت اوت لاين، ثم هاجي في المساحه دي كده واجي اقول له هنا فري ترانسفور فري ديستور، واخد النقطه دي كده وانزل بيها كده اختها الناحيه الثانيه اللي هي دي. نفس اللي انا عملته هعمله تاني، امسك دي كده واجي اقول له من قائمه تايب كريت اوت لاين اهي، وانزل بالنقطه دي كده ايدها، ادي فري ترانسفور وادي النقطه وانزل بيها كده، هما الاثنين بنفس التساوي بنفس الايه؟ بنفس الشكل. حد معايا ولا فين؟ خلصت بقى الاثنين دول كده؟ عادي جدا اديت كوبي في الديزاين بتاعك او الان ديزاين بتاعك اللي هو الدوكيمنت اهي، اديت بيس. شكرا خلاص وصلت؟ تمام. يعني نطلع من النتيجه دي بايه؟ ان اللي يخصك الاصل البرنامج او اصل الدوكيمنت انت بتصنعها فين؟ اساسها مجله، يبقى انا اشتغل ان ديزاين، واي حاجه اوت سورسنج من بره اروح اجيبها من فوتوشوب، اصور صوره اظبطها، رسمه صعبه اروح اعملها على الاستريت واجيبها وهكذا واستقبلها. وصلت؟ وصلت. تمام. تاخد كام ثانيه دي بقى؟ خلاص بقى اعتقد موضوع الثواني ده بالنسبه لنا بقى سهل، موضوع التقييم ده. ايه؟ سكت بقى. تمام. تاخد قد ايه تقريبا؟ نص ساعة مثلا. مين؟ نص ساعة. نص ساعة ليه؟ لا أنا بكلم بجد، إحنا مش هنكتب تكست، ده أنت ده تكست من هو اللي موجود. عشان نظبط الصور اللي تحت والحاجات دي. يعني بس أنا بعد ما بخلص بكتشف حاجات وأقعد أظبط. بس نص ساعة تقديرا والراجل يجي يستلمها صعب. خلي بالك أنت تاخدي هو هيجيب الحاجة تتعمل في نص ساعة ليه أصلا؟ إحنا هنتأمر على الناس. اكيد محدش هيجي يطلب حاجه بعد نص ساعه يعني. طب اسوم بقى يعني على قدر المستطاع، بس هي ماكسيمم تايم ليها ما تاخدش اكتر من 15 دقيقه. انا بتكلم عليكم انتوا على شغلكم اللي انا بشوفه. عامه ابتدوا وروني واحده بواحده، وخلي بالك بردك انا قلت لك الزيتونه بتاعت دي. ماشي. يلا ابدا. يعني مثلا فرضا انا عندي هنا ده تكست اهو. وهجيب هنا خلي ده هنا كده انجلش اهو كده، واجي اقول له هنا من تايب امبلي هنا شويه تكست خلاص، وهجيب الصوره خلاص. دي الطريقه الخطا يعني، اروح جاي ماسك دي كده وهعمل سيلكت كده واجي اقول له حطولي كده، هيعتبر ان هي دي حتى لو بي ان جي فايل معايا؟ لان هو بيتعامل مع الشيت. طب تمام. طب ايه الصح بقى؟ الصح ان انا هدخل الصوره عندي هنا اهو جوه الالستريتور، ان انا مش هرسم ان شاء الله ما اترسمت، ما احنا اتفقنا. فانا هاجي اخد مثلا من هنا الصوره اهي واخدها دراج عندي هنا اهو،
واقول هنا image trace اختفت، هعمل هنا undo واشوف اللي هي البدائل اللي هي بتاعت الالوان لو انت فاكره، اروح اخليها اقل حاجه اللي هي 3 لون، ومطرح اللي هي image trace هدوس على ايه؟ على expand. طب هعمل في دي ايه بقى؟ حاجه ننضفها الاول، او ممكن تريح دماغك وتدوس عليها دبل كليك وتطلعي دي كده برضه، دي محتاجه دي، لكن النسخه اللي تحت دي ما تاخدهاش، شايفه؟ دي دي اللي انت هتاخديها خلاص. طب دي انا هاخدها هناك باص ازاي؟ همسكها واجي اقول له هنا ايديت كوبي واخش هنا على الانديزاين. طب معلش بس، هو ايه الفرق بينها وبين النسخه اللي تحتيها؟ لا نسخة هي واحده خط، النسخه اللي تحتيها دي فيها اوتلاين او فيها البرويز. تمام، انا شلته وخدت بس اللي اللي هو الباص اللي هو ده. حلو، طب ده انا ده انا هعمل فيه ايه؟ هروح جاي هنا اهو كده، واروح حاطه عندي على تكست، واروح جاي ماسك الاثنين كده واقول له لو سمحت خليه لي ايه راب واخليه يمشي حوالي. طبعا الجاست فاي دي في منتهى الاهميه، والحمد لله انت ما بتنفعش خلاص. طب بعد ما انت خلصتي الكلام ده هتروح انت جايه بقى وحاطه الصوره جواها. طبعا انت دي انت ممكن تروح تخلي ان لونها ما فيش نعم عشان تبقى ابيض، شايفه؟ اه تمام. تروح انت جايبه بقى الصوره العاديه اللي هي دي، خدت بالك؟ اهي اهي شايفه؟ طب اصغرها بقى بالمقاس اللي انا عايزه، اندو هعمل سيلكت على الاثنين واروح جاي مصغرها كده. اه يبقى انا ما عملتش اوتو فيت، همسك الاثنين كده اوتو فيت اهي، بصي يبقى صغر ده دي تصغر معايا بديش تاني، واروح جاي حاططها هنا في مكانها. تمام، خدتي بالك؟ عشان تحطي اي صوره فانت مضطره ان انت تعملي ايه؟ تعملي شيب وتحطي له باص ايه حوالي. وصلت؟ تمام. لكن حتى لو خدتيها اه تمام بس لو انت خدتيها بي ان جي هيجي لك برضك هنا المنظر رجعي. اه